السلام عليكم، صبحكم الله بالخير وحياكم الله. الجزء الثاني من تصوير الجمس. طبعا انا صورت لكم قبل فترة مقطع كان في بعض المعلومات المغلوطة، زعلت بعض الشباب، وبعض الشباب قام يغلط. انا ما ادري وش السبب، يعني وش الشيء المهم اللي زعلنا بموديل فرق 3 سنين تقريبا. في شباب تغلط وتسب، بس الله يسامح الجميع ان شاء الله. موديله تقريبا 83 او 84، ما تأكدت وما يهمني بالحيل، لان انا من الناس اللي اعشق، لانه يعني من ولدته هو موجود، ما اعشق سبب انه جمس ونفس بعض الشباب وتابعه ومسرور ومدري ايش. لا، انا اعشق لانه من خلقت وانا اشوفه يعني بوجهي موجود عندنا، بس هذا السبب وهذا اللي خلاني احبه. والوالد محافظ عليه، والوالد كلهم يعني تاركينه من موديله وهو موجود عندنا، فكل العيله متعلقه فيه لانه نشوفه. وشيء ثاني صح تذكرت عشان ما انسى هذا فوق دبل. اوكي دبل، خلاص لا تزعل. انا هذا دبل، طبعا زمان انا ما ركبته، يعني التعليقات انا شفته يمكن هو واقف هنا لها الحين 7 سنين وثمان سنين على وقفته هذه هنا بين الشجر، فاكيد ما يحافظ كل المعلومات، واكيد اني ما راح اجيبها لكم صم لانه مو اختبار. انا صورتها كذا من باب وقفتها، بس حبيت اوريكم اياها. فالغلط ما له داعي، ويعني بصفة عامة اللي يتكلم بالتعليقات تسب او تتكلم باشياء انت اصلا يعني مالك علاقة فيها. السيارة عندي ولي، والتصوير بجوالي. غلطت انا ما سبيتك، ما غلطت عليك عشان تسب، تبي تصحح. في بعض الشباب صحح الله يجزاهم بالخير باسلوب زين، واستفدنا منهم من كلامهم، اللي قال شلاف، اللي قال غسله وابعده عن المي والرطوبه، في اللي صحح الموديل، في اللي ذكر الله، في اللي بارك. لكن في ناس لا، في ناس شطاره كانوا ماخذينها. هذا بس هذا كلام ما له داعي. اوكي انت طبعا من وكالته داخلي جوا، بسم الله وافرح من ذكر الله. طبعا الموت مو للبيع، ولا نزلته للبيع، ولا نزلته يعني هياط زي بعض الناس، بس انه شيء قديم موجود محتفظين فيه. بس اوريكم اللوحة طبعا 505. الله يجزاكم بالخير، بس حبيت اوضح اللبس اللي صار. طبعا ايش انزل بالمستقبل، انا هاوي محب، ماني من الناس اللي يعني مو لازم اجيب ورقة واكتب لك فيها الموديل وتاريخه والرقم الهيكل وعشان انزل لك اياه. انا شفت شيء عجبني عرفته، حبيت الناس تشوف، بس تشاركني بس المنظر هذا، بس المنظر. فما داعي انك تغلط علي عشان بس موديل او موديلين فرق، وانا اتكلم وارد عليك. وطبعا ما رديت على احد ولا ابغى ارد، الله يسامحكم جميع، بس انه يعني التنويه للناس للمستقبل. الله يعطيكم الف عافيه، حياكم الله. مو للبيع، مو للبيع.